السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا بنحب ان احنا نسجل فيديوهاتنا ونحطها على اليوتيوب. طبعا الاول وهلة الناس هتفتكر ان الموضوع دوت ببساطة كده، هنعمل فيديو ونحطه على اليوتيوب والناس هتلاقيه كده بالصدفة. يعني اكيد الموضوع مش كده، اكيد ان انت لازم تعمل حاجة علشان تنشر الفيديو بتاعك، طبعا عشان الناس تشوف الفيديو بتاعك. اليوتيوب بينظر له على انه هل هو ده فيديو مفيد، هل في ناس بتخش في الفيديو ده، الفيديو دوت بيحقق قد ايه وقت، يعني الناس بتقعد تشوفه كتير، في ناس كتير بتشوفه، هل بتشوفه للاخر ولا نصه ولا ربعه ولا اول ما بتفتحه بتقفله تاني. فاليوتيوب بيقيم الفيديو بتاعك علشان يديك التقدير وإظهار الفيديو بتاعك في الناحية اليمين. لما بتفتح الفيديوهات بتشوف الفيديوهات، لما تشوف بتفتح أي فيديو هتلاقي فيديوهات تحت جنب الفيديو بتاعك، الفيديوهات المشابهة أو بيقولوا عليها recommended for you، recommended for you يعني مقترح علشان. طبعا الفيديو لما يكون ممتاز وجميل وفي ناس كتير بتخش فيه وناس بتعمل سبسكرايب ولايك وشير للفيديو بتاعك، بيبتدي الفيورز بيزيدوا، سبسكرايبرز بيزيدوا، ففي فرصة هنا ان انت تطلب حاجة اسمها يوتيوب بارتنر. يوتيوب بارتنر ده زي بالظبط ادسنس، يعني هو هيحط لك اعلانات على الفيديو بتاعك، ولما حد بيضغط عليها انت بتاخد فلوس. لما بتزيد مشاهدات الفيديو بتاعك برضو اليوتيوب بيقدرك ويديك فلوس. علشان كده لازم تتعلم ازاي الناس اللي هم متفوقين وبيحصلوا على سبسكرايبرز كتير ولايكات كتير وشير كتير. طبعا الموضوع دوت صعب ان انت تعرفه لوحدك، ولازم تشوف ناس خبراء في انهم يعرفوك ازاي تعرف اسرار المنافسين، ازاي الناس اللي هي عندها ملايين اللايكات ومئات الالوف من السبسكرايبرز، الناس المشتركين في القناة بيعملوا ايه الكلام اللي بيقولوه في عنوان الفيديو، ايه الكلام اللي بيقولوه في وصف الفيديو، ايه الكلام اللي بيحطوه في التاجز بيخلي فيديوهاتهم تجري وتولع. وهو ده الموضوع بتاع فيد اي كيو اللي انا بعرضه على حضراتكم دلوقتي. فيد اي كيو دوت بيقول لك educating your youtube journey، يعني بيعلمك كل نواحي الاسرار اللي هي في اليوتيوب اللي انت ما تعرفهاش بنفسك وما فيش حد يشرحها لك، لان كل واحد عايز ينجح هو بنفسه بس. تعال كده افرجك على بعض النواحي اللي بيقولوها في الفيد اي كيو ده. دي الصفحة بتاعت القناة بتاعت فيد اي كيو، الناس اللي عاملين السوفت وير ده. وزي ما انت شايف كده فيد اي كيو عندهم 290,448 مشترك في القناة دي، يعني معناها دي قناة مهمة ومفيدة للناس دي وعايزين يعرفوا ويوصل لهم دايما الفيديوهات اللي القناة دي بتنزل. لو انت بصيت على ايدك اليمين هتلاقي سبسكرايب 290,000، كي دي يعني 1000، 290,000 طبعا حضرتك عارف، 290,000 مشتركين، وهو نفس الرقم اللي هو على 290,448، بس الجرس ده اللي هو جنب الكلمة سبسكرايب 290 كي ده، لما انت بتضغط على سبسكرايب وعلى الفانوس ده ولا الجرس ده اللي تحت اي فيديو، فانت بتشترك في اي قناة وبتفعل الجرس، فبيجي لك الفيديوهات اللي بتنزلها القناة كل شوية على الايميل بتاعك. زي ما انت شايف هنا كده الفيديوهات اللي هم عرضينها
ويقول لك مثلا ده الفيديو ده مثلا how to get more YouTube views with vidIQ، ازاي تحصل على فيوز مشاهدين باستخدامك للسوفت وير بتاع الفيد اي كيو. هنا 100 يوتيوب تولز فور مور فيوز اند سبسكرايبرز، يعني 100 طريقة لليوتيوب علشان تجيب مشاهدات ومشتركين. هنا الفيديو ده يقول لك how to get 4000 hours watch time on YouTube، ازاي تحصل على 4000 ساعة مشاهدة لفيديوهاتك على اليوتيوب. لما نمشي شوية كده قدام نضغط على ده، نمشي شوية كده عشان نشوف ايه اللي عندهم. في مثلا how to start a YouTube gaming channel in 2019، يعني ازاي تعمل قناة العاب gaming على اليوتيوب. لو جينا للي في الوسط ده how to get 1000 subscribers to YouTube، ازاي تحصل على 100 مشترك في اليوتيوب، 1000 مشترك اسف في اليوتيوب. هنا how a small channel reached 1 مليون فيوز with online with DAD with one video on YouTube case study 2017. طبعا حاجة غريبة، ازاي قناة صغيرة تحصل على 1 مليون مشاهدة بفيديو واحد. طبعا اي حد لما يسمع كده اكيد هتثير فيه الحمية علشان يعرف ايه الاسرار دي. هنا مثلا how to boost videos on upload with vidIQ for more for more views. How to boost ترفع الفيديوهات on upload وترفع how to boost يعني ترفع videos on upload with vidIQ for more views. فالأسرار دي كلها بيشرحها لك، بتشرحها الناس اللي عاملة السوفت وير ده. How to hide likes and dislikes on YouTube videos ل 2019، ده new method، حاجة جديدة. ازاي تخبي اللايكات لما انت بيظهر عندك اللايكات، يعني مثلا لو هنا جينا هنا شفنا هنلاقي فيه اللايكات اهي والديسلايكات تحت هنا اهو، اللايكات والديسلايكات، انت مش عايز تبين دي ولا دي، فانت ايه في طريقة علشان تعمل الحكاية دي. ودي حاجة جديدة زي ما حضراتكم شايفين هنا، يقول لك حاجة جديدة new method، حاجة جديدة في 2019. How to get more views and subscribers. Better thumbnails، الصورة الصغيرة اللي هي بتبقى على الصورة اللي هي في بداية الفيديو دي بيسموها thumbnails. ازاي بقى انت تعمل صورة حلوة علشان تجذب الناس عشان تشوف وتشترك في القناة بتاعتك. لو نزلنا تحت كده let's talk about this huge YouTube mess، بيكلمك عن أسرار اليوتيوب والشروط بتاعت قبول الفيديوهات وإزاي هتكسب من القناة بتاعتك وحاجات كتيرة جدا جدا. لذلك أنا بقترح على حضراتكم إن أنتوا تضغطوا على اللينك اللي تحت الفيديو وتشوفوا تفاصيل اكتر انا ما قلتهاش طبعا، لان البرنامج ده رهيب رهيب جدا. وتشوفوا الفيديوهات وتشتركوا في القناة دي اللي هي بتاعت الاي كيو فيد اي كيو دي، وتشوفوا كل الفيديوهات اللي فيها دي وتطبقوها على الفيديوهات بتاعتكم وعلى القناة بتاعتكم. وهسيب لكم
اللينك بتاع القناة دي تحت الفيديو، واللينك بتاع الاشتراك في البرنامج الفيد اي كيو، والاشتراك بيبقى مبلغ زهيد 7 دولار ولا 8 دولار في الشهر، حاجة مبلغ بسيط بالنسبة للفايدة الكبيرة اللي انتوا هتجنوها من عمل الفيديوهات وتنزيلها على اليوتيوب. يعني حضراتكم شفتوا ازاي قناة صغيرة بفيديو واحد بتوصل لمليون مشاهدة ومليون مشترك. طبعا ده شيء مذهل، ولو حد يحقق الكلام ده يبقى لا هيروح شغل ولا يعمل اي حاجة، بس هيقعد يتفرج على فلوسه وهي بتزيد في البنك. تحياتي لكم جميعا، وربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.